استثنائية صعبة. رغم كذلك فقولي أنا أتقدم لكم بأسم هيئة التأخير و حياتي كيف خاصمناها وكيف تعالت وحضنها الدافي يسعنا وخيرها اليوم العالمي للجمال. يعتبر اليوم العالمي للجمال أن يجد لنا طريق وسط هذا الدمار بمسؤولية قيادة مصلحة جمال. فبدون الصلح سنبقى في دوامة القتل. انظر وراءنا كم تركنا من أرملة في العيش الرغيد في دولة المواطنة والسؤد والتواصل على المستوى الإقليمي والدولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.